يقول أحسن الله إليكم، هناك شركات سعودية للحوم تذبح في الخارج ويقولون إننا نرسل مشرفين عليها. إننا يقولون إننا نرسل مشرفين على تلك الشركات التي تذبح اللحوم في الخارج. يقول فما حكم الأكل منها؟ إذا قالوا هذا فعلى ذمتهم، إذا قالوا هذا وهم محل ثقة فيكون هذا على ذمتهم، تأكل منها، لأن خبر المسلم يقبل، الأصل في المسلم العدالة الحمد لله، ما لم تعرف أنهم كاذبون في هذا. نعم.